أين تركت الحسين؟ وكيف تركته؟ أنا لها أن تجرب، فهذه الرمية الأولى دعوها لي فأنا صاحبها. ألم أقل وأكرر بأن من قال لنا لا قلنا له؟ فإذا رابك من أهل العراق ري فاقتل أدناهم يرعب منك أقصاهم. هل تفتن برأسه بالشام؟ نعم يا أمير المؤمنين، وقد أحضرته معي. فقد كان رجلا ورعا، لكنها شؤون الخلافة يا مسلمة. بحق الله ماذا قلت؟ حق الله؟ حق الله يشير أن أعيد الأموال إلى أصحابها. اسمع يا عمر، إن خلعنا الوليد تجافت قلوب الناس عنا. ليس لمثله بيعة، وإن لم تخلعوه خلعته بنفسي.